قال عز وجل في كتابه العزيز: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. حديثنا عن الأسس الأخلاقية المنطلقة من أصل فطرة الإنسان. الأساس الأول الذي تؤكد عليه هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى جعل الأخلاق ككل، سواء هذه الأخلاق تنطلق وتوجه ويعامل بها الإنسان أو يعيش بها الإنسان بنفسه. من هنا جعل الله تبارك وتعالى هذه الأخلاق حج عليه، بعبارة أخرى هو الله تبارك وتعالى لا يخالفها أبدا، وإن كان الإنسان ينظر إلى الله برحمة والأخلاق هي الرحمة. على سبيل المثال لكي يتضح هذا الأساس، أن التجاوز على الآخرين وإيذاء الآخرين هو محرم فطرة، هو يخالف الفطرة الإنسانية السليمة. فلو يدعي إنسان آخر قائلاً أن من رحمة الله أن الإنسان يجب أن يؤذي كافرا، أن يقتل مشركا، إذا كان الادعاء من رحمة الله أن يقتل هذا الكافر وهذا المشرك من غير مبرر للرحمة، من غير مبرر للرحمة، كان اصطدام بالرحمة. المبرر لو كان هذا الإنسان معتدٍ، لو كان هذا الإنسان قاتل، الرحمة تقتضي الاقتصاص منه، هذا هو المبرر للرحمة. لكن إذا كان الادعاء أن الرحمة بما هي رحمة تقتضي قتل هذا الإنسان البريء ولو كان كافرا ومشركا، هذا اصطدام وتناقض بالرحمة. فلكي لا يكون خلط بين الأخلاق الفطرية الإنسانية وبين أساس الرحمة، لذلك يتوجه الإنسان لنفسه، وهذا مبني على ثقافته، وهذا مبني على دعوة القرآن الكريم إلى العلم وإلى المعرفة، لكي يطلع أو يستخرج هذه الأخلاق الفطرية. فلذلك لأن أكثر الناس لم يلتفت لهذه الحقيقة اعتبره القرآن جاهلا، فلذلك تختتم الآية: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. ليس المعنى أن الله ما يبدل، الله خلق تكويناً، خلقك أن تعرف
الكذب قبيح وأن الصدق حسن. هذا تحصيل حاصل أن الله ما يبدل. إذن ما هي معنى هذه الكلمة؟ معناها على حد تعبير البلغاء في علم البيان الجملة خبرية ولكن معنى إنشائية، بمعنى لا تبديل أي لا تبدلوا، لأن الكلمة أبلغ من أن يقول لا تبدلوا. لا تبديل لأن فيها موافقة بين نحن لا نبدل، المفروض منكم أن لا تبدلوا. لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم الذي لا انحراف فيه، وذلك الدين الذي لو سار عليه الإنسان لن ينحرف أبدا، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. علم وحي وعلم حصولي، وإنما لا يعلمون ماذا تستجيش الفطرة من أخلاق. والدليل، الدليل واضح، لو الإنسان يلتفت إلى نفسه، ولذا يقال للالتفات للنفس هو الضمير، لو آذى إنسانا بريئا حينما تتناسق الأفكار وتهدأ الأعصاب راح يلتفت لنفسه، إلى حكم الفطرة يخضع بخشوع، أني مذنب وأني مخطئ لأني آذيت بريئا وإن كان كافرا وإن كان مشركا وإن كان حيوانا. والدليل الثاني، منيبين إليه، الإنابة إلى هذه الفطرة، إلى هذه الأحكام. في المجتمع الإنساني هذه هي الوثيقة الدينية، هذه هي الوثيقة الإلهية للبشرية جمعاء. فلو المجتمع الإنساني اتبع هذه الوثيقة الفطرية التي ما جاءت في القرآن إلا لبيان ما في الفطرة، إلا لبيان ما هو مخزون، لا تبديل لخلق الله، فلو استخرجها الإنسان واتبع مقتضياتها لعلم أنه يسير على الدين القيم. وإذا ادعينا أن أهل البيت سلام الله عليهم كانوا يكررون أن الدين القيم اتباع أهل البيت والتمسك بالثقلين، لأن من أوحي إليه هذا القرآن يعرف أن يفسره، لأن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يعرف أين أودع هذا علم، هذا الكتاب، ووثق لنا بوصية خالدة وصحيحة: إني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا وإنهما لن يفترقا. ما دام من يعرف أخلاق الفطرة وأحكام الفطرة والطرق الصحيحة التي تؤدي إلى نجاة الإنسان في دار الدنيا في سلوكياته وفي معاملاته وفي أخلاقه، ما دام أودعت في أهل بيت النبوة وموضع الرسالة، أكيداً
كان معصوما مع القرآن الكريم، لأن القرآن لا يأتيه الباطل. فكذلك من قرن به لا يأتيه الباطل. هذا الأساس الأول في الآية الكريمة. الأساس الثاني وهو أخطر في ضمن الآيات، لما نقرأ منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا كالمشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا وكل حزب بما لديهم فرحون. يعني بعبارة واضحة، من ينحرف عن حكم الفطرة يكون مشركا. ما أجمل هذا التعبير، ما أحلى هذه الالتفاتة، أن القرآن يعتبر اللي مو ينحرف عن الله كاسم، عن الله كادعاء، عن الله كدين في الفطرة. انتبه جيدا، من ينحرف عن فطرته هو مشرك، من ينحرف عن حكم ضميره هو مشرك. لا يعني هذا أن كل لفظ في القرآن مشرك بهذا المعنى، لكن أبرز مصاديق المشركين أولئك الذين يتناقضون مع أنفسهم، أولئك الذين يخالفون أحكام فطرتهم، فيطأ على حكم الفطرة ويسير نحو الباطل. ولكي لا يكون البحث مغلقا، نجد فيما بين المجتمعات البشرية وليس فقط الإسلامية وليس فقط المذهبية، لأن كل من يخالف الفطرة السليمة للإنسان هذا يعد مشرك، لأن بالتالي هو مشرك بأحكام الله، هو مشرك بالفطرة المعصومة. وأقول معصومة، وأقول لا تبديل لها من حيث الفطرة. يعني هل رأيت حينما خلق الله شجرة التفاح في يوم من الأيام نفرض تعطي عنبا؟ مخالفة الحكم الفطري كمخالفة الفطر التكويني، ما في فرق. كذلك هذا الإنسان في المجتمع البشري يحب الإنسان، وتلتقي الكلمات الحكمية والأقوال النبوية والأحاديث الشريفة بهذه الحقيقة. الناس سواسية كأسنان المشط، الناس مو المؤمنون مو المسلمون واللي يصلون، الناس بما هم بشر، الناس سواسية كأسنان المشط، أما أخ لك في الدين وأما نظير لك في الخلق. مجرد النظيرية، مجرد الشكل يقتضي أن يشاركك في كل شيء، في كل الحقوق، وليس لأحد، وليس من حق أحد، وليس لأحد مهما بلغ في العلم، بلغ في الجاه، بلغ في المال، بلغ في الملك، أن يتجاوز حقوق الآخرين. هاي الحقيقة الإلهية، حتى رب العالمين لا يخالفها. فلو جاء إنسان غيور أو يدعي أنه غيور على دين الله أكثر من الله، لما تمكن على أساس الرحمة أن يتجاوز أحكام الفطرة. بعبارة بسيطة، لو يوم القيامة إنسان جاء وقال إني اتبعت أحكام فطرتي يا إلهي،
الفطرة قالت أنا أؤدي الأمانة إلي إلى أهلها فأديتها. هل يجوز على الله أن يقول له لا تؤدي الأمانة للكافر؟ إلهي أنا فطرتي تقول لو كان أرحامي كفار ومشركين، الفطرة تقول لي ترحم على أرحامك، أقضي حوائج أرحامك، صل أرحامك. أيجوز على الله يوم القيامة يقول أنا لا أأمر بصلة رحم الكافر؟ يمكن. هذا هو معنى أن الله لا يخالف أحكامه، هذا هو معنى أن الله لا يخالف الأخلاق الإنسانية الفطرية، هذا هو معنى أن الله سبحانه وتعالى يثيبك على الأخلاق الفطرية بدون نية، بدون نية. فلو وصلت رحمك بدون نية، لأن مجرد الميول الفطري إلى الرحم هي نية،